أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لجمهورية رواندا الشقيقة في ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي سببتها الأمطار الغزيرة وخلفت مئات الضحايا والمصابين. ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب رواندا الشقيقة في هذا الحادث الأليم. أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي لجمهورية صربيا في ضحايا حادث إطلاق النار الصادم بمدرسة بالعاصمة بلغراد، والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص من بينهم 8 أطفال وجرح آخرين. كما تقدم المتحدث باسم الخارجية بصادق المواساة لذوي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدا على تضامن مصر ووقوفها جنبا إلى جنب مع حكومة وشعب صربيا في هذا الحادث الأليم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، وأكد المركز أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي أكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريج الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجب وطني. تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، وذلك خلال شهر أبريل من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال لتلقي الشكاوي ورصدها عن طريق منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والعمل على حلها وتقويض أسبابها. أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 1,184,000 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تقدر ب5,742,611,000 جنيه، وذلك خلال الفترة من شهر يناير الماضي وحتى الأول من مايو الجاري. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من التعليمات الهامة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج، وذلك للعام الدراسي الحالي 2022-2023. وتتضمن التعليمات أن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج مصر فقط، وذلك طبقا لجدول الامتحانات الرسمي المعلن، وأن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية.